أحبة الكرام، أسعد الله صباحكم وطاب جميع أوقاتكم بكل خير وبركة. بسم الله نبدأ وبسم الله نتوكل ونطلب منه السداد والتوفيق. أعطيت الإشارة وانطلق الشوط الرئيسي المخصص للبكار لمسافة هي 2 كيلومترات. انطلقنا فيه واندفعنا فيه مع هذه الأسماء وهذه الشعارات التي تسعى لتكون جاهدة وحاضرة من هذا الميدان، ميدان التحدي، لذاك الميدان الكبير، ميدان عزائم الرجال. نبدأ ونتعرف مباشرة. المقدمة متعبة، طالب بن عبد العزيز المري ينطلق معنا بمتعبة بالمركز الأول. المركز الثاني مراقبة وتابع من تحجب عنا الرؤية في هذه اللحظات. وصول دخول من وصلت مصيحة علي بن راشد بن علي، هل هي بالرقم 6 التي تنطلق هناك بثاني المراكز. ثالث المراكز وصلتنا فيها الشبلة عبد الله بن محمد المريخي مع ثالث المراكز. المركز الرابع وصول دخول أيضا لأحد الأسماء وأحد الشعارات التي انطلقت واندفعت بالتحدي في هذه اللحظات. وصول دخول وصلت الشاهين لهادي بن محمد الهاجري مع المركز الثاني والرابع. المركز الخامس وراقب وتابع اللي قادمة بقوة وهي تبحث أن تكون حاضرة مع هذه المواقع المتقدمة. وصلت فيه هنا مزايا، سعيد بن حمد المري ينطلق معنا بمزايا، ولكن أعود مباشرة إلى المقدمة، أعود إلى بداية الشوط. الشاهينية هادي بن محمد الهاجري الذي ينطلق معنا بشعار إلى مقدمة الشوط. المركز الثاني من وصلت أيضا في هذه اللحظات، وصول دخول من وصلت الشاهين أيضا لهادي بن محمد الهاجري مع المركز الثاني. المركز الثالث تحركت متعبة لطالب بن عبد العزيز، وصلت هناك الشبل أيضا لعبد الله بن محمد المريخي، ولكن وصلت مزايا، مزايا يا مزايا، انطلاقة سعيد بن حمد المري في هذه اللحظات. أعطيني اللي قادمة بقوة هناك أيضا من تحمل الرقم 9 مصيحة هادي بن هادي الهاجري. يا سلام يا سلام يا سلام، الانطلاقات تتواصل والتحديات، ولكن يبقى هادي بن محمد الهاجري مع الشاهينية إلى مقدمة الشوت، إلى سيطرة الشوت. وصلت مزايا، سعيد بن حمد المري ينطلق مع مزايا في هذه اللحظات ليبحث عن المركز الثاني والمركز الأول، ولكن هادي بن محمد الهاجري مع مقدمة الشوت. ما شاء الله الشاهينية طارت طير، ما شاء الله تبارك الرحمن، من الميتين متر يا الشاهينية، من الميتين متر يا الشاهينية. يا سلام يا سلام يا سلام، كافي 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 أبو محمد، كافي الشاهينية، ما شاء الله تبارك الرحمن. تهانينا والناموس مالك الشاهينية هادي بن محمد الهاجري على المركز الأول والشوط الأول في هذا الصباح الجميل. تهانينا لك على هذا الأداء الذي قدمته الشاهينية. المركز الثاني وصلت هناك شاهينية هادي ومحمد المري، ثالث المراكز وصلت مزايا لسعيد بن حمد المري. التوقيت الزمني ما شاء الله 3 دقائق 8 ثواني 9 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس.